ابعدوها من المدرسة فأنها مريضة نفسيا. تلك هي الكلمات التي أطلقتها مرشحة للانتخابات النيابية بحق الست نضال مناتي، مدرسة في إعدادية التحرير المهنية في العاصمة بغداد، والسبب لأنها رفضت استخدام الحرم المدرسي والجامعي للدعايات الانتخابية. في حادثة هزت الأوساط التربوية في بغداد بعد تعرض إحدى المدرسات في إعدادية التحرير المهنية في المنصور إلى إهانة كبرى أتبعتها عقوبة إدارية من إحدى المرشحات للانتخابات التي زارت المدرسة، والسبب هو رفض المدرسة دخول المرشحة وحماياتها المسلحين إلى الصفوف، واعتراضها أيضا على مقترحات غير مدروسة طرحتها المرشحة. قالوا شلون تقول عليك مريضة نفسيا وشلون تطلعك من القاعة؟ بدل الجو قعدوا يمي بالغرفة الثانية، طلعت غروب العزاوي طلع وياها، والظاهر هي منطقة درع الإبداع، ما أعرف شنو المجلس محافظة، بدي أشوف امرأة غريبة داخلة وياها ولد اثنين، فقلت له أدخل يعني بدي أشوف أسمع الحكي قد ايش ويا طلابنا، قال لي ما تدخلين، فعرفتها أنا أكو دعاية انتخابية، فشنو دخل الطلاب ذول طلاب علم، شنو دخل الدعاية الانتخابية الآن تبدوها وداخل المدارس. بينما تنتظر مناتي قرار اللجنة التي شكلت بحقها من الإدارة والتربية، توالت ردود الفعل لتربويين ومعلمين استنكروا الحادثة، مطالبين الكتل والأحزاب إبعاد الحملات الانتخابية عن المؤسسات التعليمية. هذا آخر ما بقى لنا كرامتنا، يعني خلاص اكتفيتوا من الدم، اكتفيتوا من قطع الأرزاق، نوبة كرامتنا تتهم مدرسة فاضلة في الحرم المدرسي بأنه هي أعصابها مختلة، ولكم استحوا خزيتونا، بعدكم ما طبيتوا مجلس النواب، ايش راح تسوون بينا لو طبيتوا مرت اللخ؟ يعني هاي الناس كلها ما راح تنتخب من وراكم، راح تفشلون العملية الانتخابية كلها، كل الناس حسبت على الانتخابات من وراء تصرفاتكم السخيفة يا أغبياء. ويستغرب مواطنون من توجه المرشحين إلى مدارس داخل العاصمة، في حين أن مناطق الأطراف تعج بمئات المدارس الطينية. للشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد.